ديال جايين باش نخدم بزاف عليه هو قليل، اذا نحاول بانني نزرب شي شويه. بالنسبه للتمرين رقم 13 راه حنا ديجا صوبناها في الاكزرسيس اللي فات في الصفحه اللي فاتت، ودابا غادي نصاوبوا البي والسي والدي. اذا ولكن بعد الفاصل ديال القناه. دابا بالنسبه للاكسبرسيون بي، انا وريتكم الطريقه كيفاش غديروا. قلنا اكس اس 2 ناقص 10 اكس زائد 25. قلنا الا بغيت نعرف انا العوامل كناخذ العامل الاول اللي هو واحد، هنايا واحد وهنا 25. اذا واحد في 25 كتعطيني 25. قلت كنقلب على الاعداد اللي الجداء ديالهم كيعطيني 25. عندي جوج هما 25 مضروب في واحد و5 مضروبه في 5. هادو هما الاعداد اللي كيعطيوني جداءات اللي كيعطيوني المجموع 25. اذا انا خاصني نقلب على المجموع ديال هاد الجداءات اللي هو اللي غادي يعطيني ناقص 10. بغيت المجموع ديالهم اللي يعطيني ناقص 10. اذا شنو غناخذ؟ واش 25؟ ما ناخذش 25، اذا ناخذ 5 زائد 5 كيعطيني 10، ولكن انا بغيت ناقص 10. مزيان. اذا غنديروا ناقص 5 ناقص 5 كتعطيني ناقص 10. مزيان. اذا انا منين لقيت ناقص 5 ناقص 5 غنطبقهم في العمليه ديالي، كتساوي هي اكس اس 2. هاد ناقص 10 نقسموها، قلنا هي ناقص 5 اكس ناقص 5 اكس زائد 25. دابا غادي نعمل الطرفين الاولين. عندي عامل اكس غادي يبقى ليا اكس ناقص 5، ونعمل الطرفين الثانيين ب 5. اذا شنو غادي يبقى ليا؟ غيبقى ليا هنايا اكس، وهنايا غتبقى ليا ناقص 5. اذا ولا عندي واحد العامل مشترك اللي هو اكس ناقص 5، كنعمل به. غادي يبقى ليا عاوتاني هنايا اكس، وهنا غتبقى ناقص 5. اذا ناقص 5 في ناقص 5 كنلاحظ معموده ليا جوج ديال المرات، اذا كتساوي هي اكس ناقص 5 اس 2. مزيان. اذا نمشي لاكسبرسيون سي. اذا الاكسبرسيون اش غندير؟ غادي نحتفظ بالعمليات الاولين، هي جوج اكس ناقص 3، نحتفظ بها. جوج اكس زائد، عفوا 3 اكس هنا زائد جوج، وهادو غادي نعملهم. اذا نديرو ناقص، نعملو بجوج اكس، نعملو مثلا بجوج اكس، نعملو غير بالاكس، نعملو باكس وحده. اش غيبقى ليا هنايا؟ غادي يبقى ليا جوج اكس، وهنا غادي يبقى ليا ناقص 3. ماشي 3 ولكن ناقص 3 حيت عندي الاشاره ناقص. صافي. اذا ولا عندي واحد العامل مشترك اللي هو جوج اكس ناقص 3، راه مشترك بين هذا العدد وهذا العدد. اذا شنو غيبقى ليا هنا؟ غيبقى 3 اكس زائد 2، ومضيفه الاخرى غادي يبقى ليا ناقص اكس. اذا كيساوي هي جوج اكس ناقص 3 مضروب، عندي هنا 3 اكس ناقص اكس هي جوج اكس زائد 2. اذا هذا هو التخراج ديالنا. غنمشي للعمليه دي. اذا نفس العمليه اللي درت مع ليكزيسيس رقم 3 غنديرو مع دي، اللي درته مع السين نديرو مع دي. اذا هذه عباره عن شكل متطابقه هامه اللي هي اكس اس 2 ناقص 4 اس 2، والشيء الاخر غادي نحتفظ به اللي هو 4 ناقص 3 اكس مضروب في اكس زائد 4. اذا المتطابقه الهامه الاولى اشنو كتقول لي؟ كتقول لي هي اكس ناقص 4 مضروبه في اكس زائد 4 زائد 4 اكس 4 ماكاينش اكس ناقص 3 اكس عامل اكس زائد 4. اذا ولا عندي واحد العامل المشترك اللي هو اكس زائد 4، نحتفظ به. اذا اكس زائد 4 عامل، نحل القوس. اذا هنا غيبقى ليا اكس ناقص 4، وهنايا بما ان الاقواس عندي زائد،
إذا الأعداد غادي يبقاو هما اللي هما 4 ناقص 3 إكس، إذا كتساوي إكس زائد 4 عامل، عندي هنايا إكس ناقص 3 إكس كتعطيني ناقص 2 إكس، وهنا ناقص 4 زائد 4 هما عددان متقابلان، والخارج ديالي غيولي هو ناقص 2 إكس عامل إكس زائد 4. إذا هذا هو الحل ديال العملية دي. إذا نمشي للتمرين الموالي، اللي ما شافش الدرس ديال المتطابقات الهامة، الشرح ديال المتطابقات الهامة، راه عندنا اللايف درناه، وهذا هو الصورة ديال الفيديو في القناة ديالنا. إذا التمرين رقم 14 كيقول لنا أونبوز بي، عطاونا ليكسبرسيون بي، قالك ديفلوبي إي غيدوير بي، كالكولي بي بور إكس كيساوي ناقص 1 على 2، وبعدها غادي نديرو الفاكتوريزاسيون. إذا غنديرو الديفلوبمون، غنجي غادي نكتب بي كتساوي، غنحتفظ بهاد الناقص هي الأخيرة، وغادي ندير 4 إكس مضروبة في 3 إكس، 4 في 3 12، نحل القوس 12، و إكس في إكس هي إكس تساوي 2، مزيان 4 إكس مضروبة في ناقص 8 هي ناقص 32، و إكس دابا غادي نمشي عند ناقص 5 في 3 هي ناقص 15 إكس، وناقص في ناقص كتعطيني زائد 5 في 8 هي 40. نسد القوس ديالي، ندير زائد، نحل القوس ديالي، إذا 3 في 3 هي 9 إكس، 3 في ناقص 8 هي ناقص 24، ناقص 4 في 3 هي ناقص 12، و إكس في إكس هي إكس أس 2، و ناقص 4 إكس في ناقص 8 هي زائد 32 إكس. نسد أقواس. إذا دابا غادي نسوبريمي لي بارونتيز، كتساوي هاد لي بارونتيز قبل منهم إشارة ديال الناقص، إذا الأعداد كاملين غادي ياخدو لي زوبوزي ديالهم. إذا هنا ناقص 12 إكس أس 2، هنا عندي ناقص غتولي زائد 32 إكس، هنا عندي ناقص غتولي زائد 15 إكس، هنا غتولي زائد غتولي ناقص 40. هاد الأعداد مسبوقين بارونتيز بزائد، إذا غيبقاو الأعداد هما النت، إذا زائد 9 إكس ناقص 24 ناقص 12 إكس أس 2 زائد 32 إكس. مزيان، هنشوف واش عندي المتقابلين، وقيلا ما عندي حتى شي حاجة، غادي نمشي ونحسب كل مجهول لوحدو. إذا ندير تساوي، عندي ناقص 12 إكس أس 2 وعندي ناقص 12 إكس أس 2 هي ناقص 24 إكس أس 2، مزيان عندي هنايا 32 اكس نزيدو عليها 15 اكس نزيدو عليها 9 اكس ونزيدو عليها 32 اكس، اذا 32 هي 64، 64 74، 74 79، 80 88 اكس، اذا زائد 88 اكس. بقاو لي الاعداد ناقص 40 مع ناقص 24 هي ناقص 64. إذن هادشي اللي خرج ليا فهاد ليكسبرسيون. إذن دابا غادي نحسبو، حسبنا الأول ديفلوبينا وغيدوينا، إذن دابا هنا ديفلوبينا خصنا نغيدويو، إذن غيدويو خصنا نعملو، يعني خصنا نعملو بشي 24، نشوفو القاسم المشترك بين 24 88 64. إذن غنحاولو نقسمو كاع الأعداد على 8 باش نختصرو، قاتولي هي 3 إكس أس 2 غير الأعداد، زائد 8 إكس ناقص 8، إذا قسمنا كاع الأعداد على 8 باش حصلنا على هاد الأعداد. إذا حنا درنا لا غيدوي غير بي، مزيان دابا غادي نمشيو للسؤال بي، نكالكولو بي بحيث يكون إكس كيساوي 1 على 2، إذا غادي نعوضو بالقيمة ديالو، إذا كيساوي غنعوضوه ناقص 3 مضروب في 1 ناقص 1 على 2 كل أس 2، زائد 8 مضروبة في ناقص
واحد على جوج زائد ناقص 8، اذا كيساوي نجي نكتبو هنا، هي ناقص 3 مضروبة في 1 على 4 زائد هنا غادي نسامبليفيو ب 8 و 2 غادي تبقى لينا هي ناقص زائد ناقص 4 حيت نديرو 8 قسم على 2 هنا ناقص 8 كيساوي هي ناقص 3 على 4 ناقص 4 ناقص 8 غادي نديرو توحيد المقام اللي هو 4 كتساوي غنديرو مقام موحد اللي هو 4 اذا غتبقى لنا هنا ناقص 3 هنا غنضربو في 4 تحت و 4 الفوق تعطينا ناقص 12 وهنا غادي نضربو في 4 في 4 تعطينا ناقص 32 اذا كتساوي ناقص يعني العدد كامل غادي يخرج ناقص ونجمعو الاعداد كاملين عندي هنايا 15 15 15 17 17 هي 47 على 4. اذا نمشي ندير فاكتوريزاسيون البي، اذا عندي بي واحد العامل مشترك اللي هو هذا غادي نعمل به، اذا كيساوي نعمل به اللي هو 3 اكس ناقص 8 بقى لي عامل، اذا شنو غيبقى لي هنا؟ غيبقى لي ناقص 4 اكس ناقص 5 زائد 3 ناقص 4 اكس. اذا حنا اللي بغى يفهم الدروس راه غيدخل القناه وغادي يلقى الدروس. اذا لا يبقى 3 اكس ناقص 8 عامل، اذا هنا مسبوق بالاشاره ناقص غنكتبوا لي زوبوزي ناقص 4 اكس زائد 5 وهنايا مسبوق بزائد غيبقاو الاعداد هما اللي هما زائد 3 ناقص 4 اكس. إذن دابا غادي نحسبو بين الأقواس، نحتافظو بتلاتة إكس ناقص 8 مضروبة عندي هنا ناقص 4 إكس ناقص 4 إكس هي ناقص 8 إكس زائد 8. إذن هذا هو لا فاكتوريزاسيون ديال بي. نمشي إكزرسيس سويفا. إذن إكزرسيس 15 مطلوب أنني أول كيسيون نديفلوبي سي، إذن ندير هنا سي تتساوي ناقص 5 اكس في اكس هي ناقص 5 اكس اس 2، ناقص 5 اكس زائد 1 هي ناقص 5 اكس، زائد 6 في اكس هي زائد 6 اكس، و 6 في 1 هي زائد 6، ناقص اكس اس 2 زائد 1. إذا نجمع الناس اللي عندهم الأس كبير هي ناقص 5 إكس أس 2 ناقص إكس هي ناقص 6 إكس أس 2، عندي ناقص 5 إكس زائد 6 إكس هي زائد إكس، وعندي هنا 6 زائد 1 هي زائد 7. مزيان. إذن حنا درنا ديفلوبينا غيدوي وغرام غيدوي ما عندنا ما نقصو فيه. دابا غادي نمشيو وغادي نديرو الفاكتوريزاسيون ديال سي. إذن نحتفظ 5 إكس زائد 6 مضروب إكس زائد 1، هذا ما عنديش فيه مشكل. هنا غادي نقلب الاعداد كيفاش؟ غادي ندير زائد نضرب في ناقص اش غيولي؟ غندير الاقواس اش غيولي لي هنا؟ غيولي لي هو 1 حيت هو اللي بوزيتيف، من موراه ناقص اكس اس 2 اللي هو نيجاتيف. صافي، اذا انا درت غير الاقواس للعددين، ولا عندي هي 1 ناقص اكس اس 2 منين درت الاقواس، باش هنا يعطيني موجب 1 وهنا يعطيني سالب. مزيان، هذه الكتابة مكتوبة على شكل متطابقة هامة. إذا ناقص 5 إكس زائد 6 عامل إكس زائد 1 زائد هذه متطابقة هامة عفوا هي 1 أس 2 ناقص
اس اثنان. مزيان، دابا بانت لكم فوالا. اذا هنا عندي 5 اكس زائد 6 عامل دائما اكس زائد 1 زائد، هذه متطابقه هما قلنا هي 1 ناقص اكس في 1 زائد اكس. دابا ولا عندي واحد العامل مشترك اللي هو هذا. علاش هو؟ كاين اللي غيقول لي لا ماشي هو، اكس زائد 1 كيساوي 1 زائد اكس، حيت عندي لا صوم. ملي كيكون عندي لا صوم ما عنديش مشكل، صافي نعوضو اكس بالصفر غيبقى ديما 1. مزيان، اذا غادي نعمل بهذاك المشترك اللي عندي اللي قلنا هو اكس زائد 1. اذا شنو غيبقى لي في العمليه الاولى؟ غيبقى لي ناقص 5 اكس زائد 6، وفي العملية الثانية غيبقى لي ناقص 1، يبقى لي زائد 1 ناقص اكس. مزيان، اذا كتساوي نحتفظ دائما اكس زائد 1. نحل القوس ونحسب، عندي هنا ناقص 5 اكس، ناقص اكس هي ناقص 6، 6 اكس. عندي هنا 6 زائد 1 هي زائد 7. اذا هذا هو التعميل الفينال ديالنا. اذا غادي نحسبو سي بان اكس كتساوي 5. اذا غنعوضها في هذا التطبيق اللي خرج ليا ديال التعميل. فوالا، اذا حنا عملين عملنا حصلنا على هذا الشيء. دابا غادي نعوضو الاكس بالقيمه ديالها اللي هي 5. اذا هي 5 زائد 1 عامل ناقص 6 نضربها ب 5 زائد 7. اذا نحسب الاعداد ديالي، هنايا كتساوي 6 مضروبه هنا عندي ناقص 30 زائد 7، اذا كيعطيني هي 6 مضروبه في ناقص 23. اذا لا ريزلت فينال ديالي هي ناقص 138. اذا نمشي للتمرين الموالي.